قولوا لا إله إلا الله. أول شيء الله يعطيكم العافية جميع، أنت هنا تنافس جيد وبيض الله وجيهكم، والله يبيض وجيه الجمهور اللي ساعد لين صرتوا في المراكز دي، وألف مبروك لك يا سيف والناصر وللشباب كلهم. فيه موضوع بسيط ونحتاج وقفتكم فيه، الساعة ما في مسموح إلا ساعة الذهبية قد انتهت، وحن نبغى نطلب الشباب ونطلب أبو عبد الإله ناصر الغامدي إنهم يمددون لنا ساعة لو وحدة، ونبغى وقفتكم كل بيكم. وأنا أطلبك يا ناصر الغامدي بوجهي ووجه المطاليق اللي موجودين في أنك تمدد لهم ساعة ذهبية ثانية، لأن بعضهم والله ناوي يدعم ويصوت نفسه وعنده جماهير يوعدونه، والله يبيض وجهك ويجمل حالك. قدها يا ابو عبد الله ايش اسمه مدد الجمهور وعديني ان شاء الله ان شاء الله واحد شربوا خير يا ابو خلاص تم باذن الله بلا باذن الله شرب السعد عندك سالفه على خشم على خشم اللي انا ابيه منكم ها الهدوء خلوا من غير شر اخر يوم من غير شر اليوم هنا ونبغى ختاميه لي ولكم جميع لا تذكرني باذن الله تاهل ان شاء الله انت اول الفال يا جماعه احنا في حال طلبه فاللي احنا نبيه منكم يا اخوي انا انتظروا هنا وبنجيكم والمقبول عند ابو محمد وتعالوا الحين جزنا من جيزكم عاد تقدر هدري توكل بالله وياكم جميع باجيكم يا عيال مشان صل على النبي استريح هذا سباق حماسي والفن هو الاساسي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما لو اتيحت لي الفرصه اني اقدم الشيء لهذا اليتيم انا ما قلنا شيء ودي اقدم له صراحه اشياء كثيره ودي أقدم له الحنان العطف المال الـ أي شيء هو يحتاجه